الخبر اول اللي عدنا عن ياسو والشي الغريب اللي سوته للمره الثالثه يا حبايب. ياسو تسوي وشم مثل ما تعرفون بالسابق سوت وشم كتفها وشم وحنه ليجي احد يقول لي حنه. فمرحبا يا حبايب ياسو ويا قمر، نزل شويه ستوريات واضح انه بايدها اليسار يا حبايب او اليمين عفوا مسوي هي وشم تاريخ معين. صراحه شيء كلش غريب، والدليل على هذا الموضوع همين انه هي متابعه اصلا اخر شخص هي متابعته بحسابها شخص يسوي وشم مثل ما شايفين بالدليل الطالع قدامكم. هذا الشخص يسوي وشم يا حبايب مو حنه، فاحد يقول لي حنه. فطبعا هذا اللي خلى اغلب المتابعين انهم يتهجمون عليها بسبب انه هي سبوت وشم خاصه بشهر رمضان. ما ادري صراحه، اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم، هل تشوفون تستحق التهجم تعرضت له او لا، وشاركوا حركه ياسو سوت وشم. وعلى سيره الاشياء الغريبه يا حبايب اللي سووها، فقمر الطايب ياسو امبارح نزل شويه تيك توكات ولكن حذفوها. بالنسبه للاشخاص اللي راح يسالون ليش ما حذفوا هذه التيك توكات، بوجهه نظري شخصيا يا حبايب اتوقع لان قمر الطايب امبارح نزل التيك توك، فيمكن لان ثلاثهم نزلوا بنفس الوقت عموما بيصير تضارب شويه بالتفاعل في هذه حذفتهم. فيعني يا حبايب ما صارت اي مشاكل، على كل راح احطكم التيك توك المساح شوفوا. ننتقل حاليا نورمال يا حبايب والسفر لتركيا، فنزل شويه ستوريات يقول بها انه هو سافر من دبي لتركيا، وحط شويه فلوق بسيط. ستوريات صراحه كلش حلوه النورمال، راح احط لكم اياها فلوق سفره من تركيا من دبي عفوا الى تركيا. قصة سريعة، بنحى يا جماعة الساعة 5 الصبح تفاجأت انه تم 8 ايام من رمضان، ليش ما انزل واقضيها مع اهلي؟ ففجأة الساعة 5 وربع علاء حجز لي رايحة تركيا، وبالفعل بعد ربع ساعة حجزت والمسا كنت بالمطار. طبعا وصلوني لانا وين ومصطفى سافر، فاجوا هدول وصلوني شب الجيم، كانوا جدا فرحانين انه انا رايح وراح يخلصوا مني. لا بمزح، كانوا ما فرحانين. طلعت على الطيارة واكلت كل شيء بخطر على بالك في الطيارة، ايش في شغلات بالطيارة اكلتها. طبعا ما حسنت انام، قريت الكتاب اللي انا بحبه، واستني تقريبا 5 ساعات ونص لما وصلنا بس شوفوا الهبوط، شوفوا لي الهبوط. طبعا عنده ما وصلت شفت انفر من الحماس وكذا، انا وصلت من الحماس شفت انفر فنسيت اصور. والله اخذته بحضن ما اخذته يا امه. لا اخذتني امك، اخذتك بحضن امي غنينا غنيتنا المفضله ووصلت على البيت. اول واحد شفت اخوي، طبعا هلا قلت له الوحيد محمد اخوي والباقي كل عائلتي ما بيعرفوه، وقلت له تنزل خدني بس تخبر حدا. هاي مان، هاي هلا حموده كيفك؟ طلعت على البيت يا جماعه وفاجات امي كثير ارتعبت لدرجه انه خفت وبطلت اسوي معها مفاجاه ابدا. وابوي وكل العائله فرحتوا على حظي، كانوا كلهم مجتمعين. شوفوا رده فعل جوجو مع كانت نايمه. جوجو جوجو غالية منها؟ امي خلي نور اجا امي بصي هون هون شو؟ لا ما اجا وين انا هون هون كيفك؟ لحتى الان مع فؤاد انا كنت نايم، فلحتى الان بتعرف انه خلو نور ما اجا، انتو كذابين. وهي انا بتركيا وراجع قريبا على دبي. شكرا. انتقل حاليا انس الشايب يا حبايب تنزيل الصوره ويا لانا. خلى بعض الاشخاص يتهجمون على لانا اول ما هي راح نورمال، يعني هي صورت ويا ولد غيرها، فكتبوا بالكومنتات شو رايكم. ننتقل حاليا لبيسان اسماعيل يا حبايب وسفر اخوها نوار. فاخوها نوار يا حبايب كان حاليا بدبي ولكن سافر لالمانيا، فبيسان نزلت شويه ستوريات تودع بها اخوها وتكتب نوار بحبك توصل بالسلامه، فالله يوصله بالسلامه يا رب، ونفس الوقت الله يجمعهم باقرب وقت. ننتقل حاليا لاخت غيث مروان يا حبايب. بالنسبه للاشخاص اللي شافوا هذا المقطع من حوالي 10 اشهر، قلت بي انه غيث مروان طلع عند اخت، وبنفس الوقت يا حبايب امه الحقيقيه هي عايشه بلبنان ولكن هو رافض انه هو يلتقي وياها. فاخت الغيث مروان يا حبايب نزل شويه ستوريات تقول بها انه شكرا لليوتيوب بسبب انه هو قاعده تطمن بي عن اخوها، لان اخوها طبعا هو رافض انه يحكي وياهم او يلتقي وياهم. فاكتبوا بالكومنتات شاركوا بحركه اخت غيث مروان وتنزيل هذا الستوري. وصل يا حبايب نوصلت المقطع، فاشتركوا بلايكات، جنكم فيزي مقدمك القصص، احبكم وبس، مع السلامه.